هذا يسأل عن سؤال تقدم، وهو من تاب من ذنب ثم عاد إليه يتوب إلى الله مرة ثانية ولا يقنط من رحمة الله، ما يقول أنا تبت ولا صدقت في توبتي ثم يترك التوبة، لا، لا يقنط من رحمة الله، يتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب ولو تكررت منه المعصية، يتوب ولا يقنط من رحمة الله عز وجل.